اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في ريدكشن المالتيبل سب سيستم وبالاخص البلوك دايجرام ريدكشن. في الحلقه اللي فاتت خدنا البيزكس، والنهارده هناخد اكزامبلز من 1 لـ 7. هنبدا بامثله سهله، في نهايه الفيديو هيبقى امثله صعبه عشان نتمرن اكتر ونفهم الفكره العامه. خدنا في الحلقة السابقة بدأنا ببلوك دايجرام ريدكشن وخدنا البيزكس عندي والأشكال الأساسية اللي بحاول أجدها في مالتيبل سب سيستم أو كومبلكس سيستم عشان أحوله لسنجل بلوك. أخدنا الكاسكيدد فورم أو سيريز فورم، إن أنا بضرب الثلاث بلوكات في بعض أو البلوكات عموما موجودة في بعض، وخدنا البارل فورم، إن أنا بجمع الترانسفير فانكشن كل واحدة بإشارته عند الإنبوت بيبقى مشترك لكل البلوكات اللي موجودة في الرسمة دي. وخدنا الفيد باك فورم او كلوزد لوب فورم وجبنا الترانسفير فانكشن بتاعته وطبقنا الجبرا كمان على السامنج جانكشن والبيك اوف بوينتس. هنبدا باول مثال بيقول لي ان انا عايز اعمل ريديوس للبلوك دايجرام الموضح في الشكل القدامي لسنجل ترانسفير فانكشن، يعني لبلوك واحد. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنا البلوك ده سهل جدا، هنلقى فيه 3 سامنج بوينت هنا ورا بعض، مفيش اي بيك اوف ما بينهم. ينفع اخلي التلاتة سامنج بوينت دي كسامنج بوينت واحد زي ما احنا هنشوف دلوقتي. ركز معايا كده، الاشاره الاولانيه هنا، هنا السهم ده داخل بالموجب على السامنج دي، ينفع نقوله ايه شمال كده، بشرط ان السامنج بوينت ما يبقاش ما بينهم في بيك اوف ولا في بلوكات، لازم يبقوا ورا بعض. وبرده هنا داخله بسالب، ممكن هنقولها سالب ناحيه شمال. خلي بالك الاشاره هنا داخله بموجب، يعني السيجنال داخله بساين موجبه، السيجنال اللي هنا داخله بساين موجبه، وبالتالي الناتج رايح للبلوك، وبالتالي مفيش تغيير من الاشاره اللي جايه من هنا اللي راح للبلوك، يبقى مباشره ممكن اشيلها واحط سهم واحد كده، لان مفيش اي تغيير في الاشاره عندي للسيجنال اللي طلع. زي ما احنا شايفين كده هنا في الشكل القدامي، بقى هنا عندي جي 2 وجي 3 سيريز، يبقى اضربهم في بعض، وعندي كمان ان الثلاثه بلوكس دول ليهم نفس الانبوت، الاوتبوت بتاعهم بيتجمع جمع جبري عند السامنج بوينت، يبقى انا عامل ايه؟ همسك التلاتة دول اجمعهم كل واحد باشارته لو انا عايز الفيدباك بالموجب. ركز معايا كده، لو انا عايز محصلة الاشارة اللي هنا تبقى موجبة راجع بالموجب، يبقى امسك كل بلوك اضربه في اشارته، الاتش واحد تضرب في السالب، الاتش اتنين في الموجب، الاتش تلاتة في السالب، واقول الناتج ده دايما هيبقى موجب يدخل على السامنج بوينت بالموجب، او ممكن ادخله باشارة سالبة. لو انا حبيت ادخله باشارة سالبة احط الفيدباك بالسالب، هبتدي احط كل بلوك بعكس اشارته واحطه في المحصله، يبقى اتش 1 هتبقى بالموجب، اتش 2 بالسالب، اتش 3 هتبقى بالموجب، الناتج ده هيبقى داخل هنا او المحصله بتاعت ده داخله هنا بالسالب. انا هشتغل على الموجب فقط للسهوله. زي ما احنا شايفين انا اختصرت، قلنا جي 2 في جي 3 حطيتها بجي ايكوفالنت، هي جي 1 بجي 2، الثلاثه دول هختصرهم بلوك واحد اسمه اتش ايكوفالنت، عندي الفيدباك بتاعه بالموجب والناتج بتاعه بالشكل ده، تمام؟ هسميه اتش ايكويفالنت. زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامي بسيط جدا، ده عباره عن كلوزد لوب. القانون بتاع الكلوزد لوب بيقول ايه؟ الفيد فورورد اللي هي الجي على واحد عكس الاشاره بتاعت الفيدباك تبقى ناقص، عندي هضرب كل البلوكات اللي هنا، يبقى جي اي في اتش اي، تمام؟ انا عندي الجي اي من فوق الاتش اي، هبتدي اعوض تطلع بالشكل اللي قدامك، يبقى انا هختصر البلوك اللي قدامي ده للبلوك ده. عندي مازال في بلوك في الاول، هيبقوا الاثنين كده سيريز، اضرب الاثنين في بعض يديني بلوك وحيد، ادي السنجل انبوت وادي السنجل اوتبوت، او الاوتبوت النهائي والانبوت النهائي عندي، ويبقى ده البلوك. هقسم سي على ار يطلع عندي ترانسفير فانكشن النهائيه بالشكل اللي قدامي. هنروح لمثال اثنين، مثال اثنين برضو عايز يعمل ريديوس او يجيب السي على الار كترانسفير فانكشن. نبص على المساله اللي قدامنا دي، ركز معايا كده، الشكل اللي هنا ده ادي فيد فورورد، الاوتبوت راجع تاني، راجع مضروب في بلوك داخل بالسالب على سامنج، يبقى ممكن ده اقول عليه كلوزد لوب زي ما انت شايف كده. يبقى الكلوزد لوب هجيب الناتج ازاي؟ اقول الفيد فورورد تبقى في الباست على واحد عكس الاشاره دي تبقى بالموجب، هضرب البلوكات في بعض اللي في المين اللوب اللي هنا دي تبقى ده في ده عشان اخلص دي بسرعه، بدل ما انا اوحد مقامات هنا واعمل موضوع كبير. بص كده، مقام البسط اس زائد واحد، مقام المقام اس في اس زائد واحد، يبقى اضرب في المقام الكبير، اضرب بسط ومقام في المقام الكبير، يبقى اضرب بسط ومقام في اس في اس زائد واحد. بعد ما اضرب البسط في اس في اس زائد واحد، المقام ده كله اضربه في اس في اس زائد واحد، يطلع معايا الاختصار بالشكل ده. هفكها طبعا تطلع بالشكل ده، همسحها واعوض عنها في البلوك عندي. لو بصينا هنا برضو هنلقى البلوك ده هنا اهو، الاشاره راحه كده، ونفس الانبوت رايح للبلوك الثاني وداخل باشاره سالبه، يبقى الاثنين دول يبقوا شكل البارلل زي ما انا شرحت قبل كده، ليهم نفس الانبوت والاوتبوت بيتجمع جمع جبري. يبقى ركز معايا كده، المحصله هنا تبقى ايه؟
الاس داخله بالموجب والاثنين داخله بالسالب، يبقى اجمع الترانسفير فانكشن بتاع الاثنين جمع جبري، الاس بالموجب والاثنين بالسالب. الناتج ده هحطه هنا مباشره بالشكل بسيط عندي، هنلقى الثلاثة سيريز، يبقى مباشرة الثلاثة اللي قدامي دول هضربهم في بعض، ناتج الضرب ده طلع بالشكل ده، همسحه احطه هنا، بالشكل عندي بسيط، هبتدي اقول ان ده عبارة عن كلوزد لوب، كلوزد لوب يبقى الفيد فورورد عندي تبقى في البسط على واحد عكس الإشارة بتاعت الفيدباك تبقى بالموجب، هضرب اللي هنا، خلي بالك هنا في جين قيمته بواحد، يعني هنا في بلوك قيمته بواحد، يبقى هضرب ده في واحد، يبقى الفيد فورورد اضربه في واحد. طبعا هنا بص كده مقام البسط اس في القوس، مقام المقام اس في القوس، يبقى اضرب بسطا مقاما في اس في القوس، تطلع بالشكل اللي عندي ده، خلاص افكها تطلع بالشكل ده النهائي، يبقى ممكن احطها في سنجل بلوك كده، ادي الانبوت وادي البلوك النهائي وادي الاوت. هروح لمثال ثلاثه، مثال ثلاثه ما زال برضه عايز يعمل ريدكشن عندي، او عايز السنجل ترانسفير فانكشن اللي هي سي على ار. هنبص للرسمه اللي قدامي، ركز معايا كده، هتلقى اس واس الاثنين سيريز ببساطه، يبقى اعمل ايه؟ طول ما الاثنين سيريز بيتضربوا في بعض، سيريز بيتضربوا في بعض، تبقى اس تربيع، اشيلها احط اس تربيع. هنلاقي هنا نفس الانبوت داخل على البلوك ده رايح على الصامت بالموجب، نفس الانبوت رايح للبلوك الثاني رايح على الصامت بالموجب، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارلل فورم. هبتدي اعمل ايه في البارلل فورم؟ بجمع جمع جبري، البلوك اللي هنا يتضرب في موجب زائد البلوك اللي هنا يتضرب في اشارته بالموجب. يبقى هيبقى الناتج اللي عندي ده عباره عن اس تربيع عشان بالموجب زائد واحد على اس عشان داخله بالموجب، هجمعهم طبعا وابتدي اعوض. ركز معايا كده، هنا الاوتبوت ده لو بصينا للاشاره كده، ادي الاوتبوت راجع هنا على السامنج بوينت، يبقى ده عباره عن اللوب اللي فوق ده عباره عن كلوزد لوب، تحله ممكن تجيب الناتج وتحط هنا كبلوك والبلوك الناتج يتضرب في ده، ويبقى المحصله تبقى كلوزد لوب في النهايه. ده حل، انا هحل بطريقه ثانيه هعلمك تنقل البيك اوف بوينت. بص كده عندي هنا النقطه دي اسمها بيك اوف بوينت، انا عايز انقلها كده شمال، سوري يمين، لما هنقلها يمين البلوك او اجيب البلوك شمالها زي ما اتعلمت، يبقى ثاني النقطه دي هتتنقل فين؟ يمين، يبقى فين الشمال؟ فين النقطة الشمال فيهم اللي هي دي؟ يبقى هروح أقول كده في الحالة الأولانية الأوتبوت اللي هنا يبقى من الإنبوت أو من نقطة للأوتبوت للسهم، للسهم الحتة دي مضروبة في واحد، طب لما هنقولها يمين؟ يبقى من نفس الإنبوت اتضربت في واحد على إس عشان تروح تبقى هنا، يبقى كده اتضربت في واحد على إس، خدت بالك؟ لكن هي المفروض تروح داخلة بواحد على طول. طول ما اتضربت في واحد على إس يبقى أضرب في المسار الفرعي في مقلوبها. مقلوب الواحد على اس تبقى اس، يبقى اجي في المسار الفرعي احط اس. تاني بسرعه عشان نبقى فاهمين، يبقى النقطه دي انا عايز انقلها يمين، طول ما هتنقلها يمين يبقى النقطه تيجي هنا، فين الشمال فيهم؟ النقطه الشمال اهي، يبقى مباشره هاجي عند النقطه الاصليه اعمل سهم واقول الاوتبوت من عند السهم، الاوتبوت هنا من عند السهم، يبقى ايه؟ السهم داخل كده رايح كده يبقى واحد. طب لما هنقولها يمين هيبقى السهم من هنا هيتضرب في واحد على اس عشان يطلع هنا، خلي بالك اتضرب في واحد على اس والاصل المفروض تتضرب في واحد، يبقى اضرب في المسار الفرعي في معكوس البلوك عشان الاشي تاثيره، يبقى لو الانبوت من هنا اتضرب في واحد على اس يرجع تاني يتضرب في اس، يبقى التاثير بتاع الاس اتلاشى ورجعت واحد. هنبص كده هنلقى نفس الانبوت هنا، بلوك رايح على سامنج، نفس الانبوت بلوك رايح على السامنج، يبقى الاثنين دول عباره عن ايه؟ بارلل، البرانش ده والبرانش ده بارلل. زي ما قلت هترجع الفيدباك بالموجب ولا بالسالب؟ يبقى ركز معايا كده، الاشاره النهائيه طول ما هي هترجعها بالموجب، بالموجب هترجع بالموجب، يبقى هخلي الاس اضربها في سالب والاس اضربها في سالب، خلي بالك بارلل يعني اجمع، يعني اقول اس في سالب زائد اس في سالب، اجمع كده، والفيدباك هتبقى بالموجب لان كل بلوك خدته باشارته، لو انت هترجع الفيدباك بالسالب يبقى كل بلوك اشارته هعكسها، يبقى الاس كانت سالبه اخليها بالموجب، والاس كانت سالبه اخليها موجب، واقول دي اشاره الفيدباك عندي، انا هاخد الاشاره الفيدباك بتاعت السالب، يبقى المحصله بتاعت الاثنين دول ايه؟ اس 2 اس سوري، تبقى اس واس 2 اس وترجع بالسالب، يبقى ركز كده ادي الاشاره الفيدباك بالسالب اهي، والبلوك المحصله بقيت 2 اس. الشكل اللي قدامك مباشره عباره عن فيدباك، ده الفيد فورورد باس وده الفيدباك باس عندي، تمام؟ مش محتاج ان انا اضرب الاثنين في بعض دي وابسط اكتر من كده، مباشره بالقانون اعمل ايه؟ الفيد فورورد هو حصل ضرب البلوكات من الانبوت للاوتبوت، من الانبوت للاوتبوت اللي هو المسار ده على طول، يبقى اضرب البلوك ده في ده يديني الفيد فورورد على واحد عكس الاشاره تبقى موجب، هاخد البسط دايما البسط احطه تحت واضربه في الاتش، او هنا اللي هي القوس اللي هنا ده الجزئيه دي هضرب البلوكات اللي في اللوب كلها، هضرب القوس ده والقوس ده والقوس ده هضربهم تحت، هبتدي اخلص اضرب واحد على اس في القوس اللي فوق، واحد على اس و2 اس هنا هضربهم في القوس ده، يطلع الناتج بالشكل اللي قدامي.
بص كده من غير ما توحد مقاماته تاخد وقت. مقام البسط اس تربيع، مقام المقام اس، مين الاكبر؟ اس تربيع، يبقى اضرب بسطا ومقاما في الاس تربيع تطلع بالشكل اللي قدامك ده. يبقى بالتالي البلوك اللي قدامك ده كله ممكن اختصره لسنجل انبوت واحط البلوك ده هنا ويطلع عندي الاوتبوت. يلا كده على مثال اربعه. مثال أربعة ما زال برضو عايز يعمل ريدكشن. نبص كده هنا شايف كده مسار أمامي والإشارة راجعة ومضروبة في اتش وراح على سامنج، يبقى ده إيه؟ فيدباك لوب أو كلوزد لوب سيستم. غلط. ليه؟ لازم ما يبقاش في بيك أوف بعد السامنج. هنا بعد السامنج في بيك أوف، يبقى ما ينفعش ده يبقى كلوزد لوب. لو أنت حولته كلوزد لوب عملت مشكلة، الإشارة اللي هنا دي هتتلاشى، الإشارة دي نفسها راحة مجموعة. لما هتختصر ده يبقى الإشارة دي أنت لغيت تأثيرها، هتوديها فين؟ مش هتعرف تطلع، فهيبقى عندك مشكلة. يبقى ان انا افكر ان ده كلوزد لوب غلط. ركز معايا كده، ادي هنا الانبوت اهو كده في مسار اهو، ونفس المسار ده هنا كده مجموعين ليهم نفس الانبوت، المسار ده والمسار ده ليهم نفس الانبوت ومجموعين، يبقى ده او البارل غلط، لان في النص هنا في بيك اوف رجع غلط. لما هتمسح دول الاشاره دي هتوديها فين؟ غلط. تمام. يبقى لازم الحل طبيعي ان انا انقل مين؟ واحد هيقول لي انقل البيك اوف دي، ركز، البيك اوف دي انقلها شمال كده، انت قربتها من السامنج. التبديل بين السامنج والبيك اوف غلط، يعني البيك اوف لما تقرب من السامنج غلط. تمام. يبقى انت كده شغال غلط، دايما البيك اوف والسامنج يبقوا بعاد عن بعض. البيك اوف دي هتنقلها كده هتقربها من السامنج غلط، البيك اوف اللي هنا هتنقلها كده هتقربها من السامنج غلط. يبقى البيك اوف اللي هنا دي ما تتنقلش، نقلها هيعمل لك مشكله. طب افكر تحت، البيك اوف اللي هنا دي انقلها فين؟ شمال. لا ما تتخطاش الصمم، ما ينفعش ابدل بين البيك اوف والصمم، غلط. اروح انقل البيك اوف دي اوديها فين؟ اوديها يمين. طب لما اوديها يمين ايه اللي يحصل؟ ركز معايا كده، عشان انقلها يمين يبقى النقطه دي هتتنقل يمين، فين الشمال بتاعها؟ الاصل الشمال فين؟ اهو. يبقى ادور على النقطه دي هنقلها هنا، يبقى اقول الشمال فين؟ الشمال بتاعها اهو. يبقى اعمل سهم، يبقى في الحاله الاولانيه الاصل السهم داخل من هنا، الاوتبوت طالع في الحته دي، الاوتبوت هنا مضروب في واحد. تمام. الاوتبوت مضروب في واحد. طب لما انا هنقولها نفس السهم نفس المكان هتضرب في جي واحد عشان تطلع هنا تبقى بواحد تاني، يبقى الانبوت هنا هيتضرب في جي واحد عشان يطلع هنا الاوتبوت في الحته دي. تمام. الاصل بتاعها ان هي كانت مضروبه في واحد، ده الاصل. لما انت نقلت بالسيجنال ضربت في جي واحد عشان تطلع هنا، يبقى الكلام ده حصل في تعديل، ضربت في جي واحد، لازم الاشي تاثير جي واحد عشان ترجع لاصلها اللي هو الواحد. عشان الاشي تاثير جي واحد يبقى اضرب في المسار الفرعي اللي اتنقل واحد على جي واحد معكوسه عشان الاشي تاثيره عشان تطلع بواحد في الاخر، لان الاصل اصلا كان واحد. بص كده الشكل اللي قدامك بقي ده كلوزد لوب، ادي السامنج ناتج السامنج راجع دي. طب هتقول يا باشمهندس هنا في بيك اوف وبيك اوف، ينفع التبديل ما بينهم؟ يعني ممكن دي تسحبها شمال شويه ودي يمين شويه، مفيش مشكله، الاثنين بيك اوف ينفع تبدل ما بينهم. تمام. يلا كده مع بعض، هنا ده عباره عن كلوزد لوب، الفيد فورورد دي واحد، الفيدباك اتش واحد، تبقى الفيد فورورد دي واحد على واحد عكس الاشاره، خلي بالك اشاره الفيدباك اهي بالسالب، تبقى ايه؟ موجب. هضرب البلوكين دول في بعض يبقى الناتج بالشكل اللي قدامي ده. يلا ده عباره عن ايه؟ فيد فورورد دي 2، نفس الانبوت متفرع على البلوك الثاني ورايح على السامنج، يبقى ده عباره عن باراليل وليست فيدباك. نفس الانبوت مجموع هنا، الاثنين اوتبوت هنا مجموعين، يبقى ده بارل. البارل اللي يبقى اعمل ايه؟ اجمع اثنين الترانسفير فانكشن اللي قدامي بالشكل ده، طبعا انا حط مقاماته طلع بالشكل ده. الناتج هحطه هنا، بقيت الثلاث بلوكات سيريز اضربهم في بعض. يبقى بالتالي الناتج النهائي عباره عن حاصل ضرب الثلاث بلوكات في بعض وحط مقاماته وخلصت، الناتج طلع بالشكل ده. ممكن احطها في سنجل بلوك كده، ادي الانبوت والاوت وادي سنجل بلوك. يلا كده على مثال خمسه، مثال خمسه هيبقى صعب شويه، ركز معايا كده، نبدا مع بعض. قبل ما نبدا لازم افكر. بص هنا كده الشكل ده، اعمل كلوزد لوب، لا غلط، في بيك اوف هنا بعد السامنج، يبقى ده ما ينفعش. طيب اعمل ايه؟ شايف المسار ده والمسار ده الاثنين يبقوا ايه؟ بارلل، ما ينفعش في بيك اوف هنا، لازم الستاندرد فورم اللي انا شرحتها في الفيديو اللي فات تبقى موجوده فعليا بدون اضافات. تمام. طب ايه اعمل ايه؟ طب ما هنا في كلوزد لوب، شايف ادي الفيد فورورد بعد السامنج والاشاره نفسها راجعه مضروبه في اتش وراجعه بالسالب، يبقى ده عباره عن كلوزد لوب الجزئيه دي. هتقول طب يا باشمهندس هنا في سامنج داخله هنا بالموجب هنا بالموجب، مفيش مشكله، مع السامنج دي ممكن اعملها شطر او سبليتنج لاثنين سامنج، هتبقى سامنج مع الجزء ده وفي سامنج ناحيه الشمال، وبالتالي مفيش تاثير، من غير ما تفصل الجزء ده اللي هو ناتج السامنج يعمل كلوزد لوب في الحته دي. اعمل ايه؟ يلا فيد فورورد جي 3 على واحد عكس الاشاره، جي 3 في اتش 3، امسح الجزئيه دي واحط البلوك بتاعي كده، ناتج السامنج يروح على البلوك كده. طب اعمل ايه؟ مفيش حل هنا،
لازم انقل البيك اوف. طب يا باشمهندس انقل دي شمال، ده انت هتتخطى الصامت. غلط، ما ينفعش تبديل بين البيك اوف والصامت. طب اعمل ايه؟ البيك الاوف اللي هنا دي، البيك الاوف هنا دي انقلها شمال، هي صح هتديك ناتج صح مفيش مشكله. او ممكن اخد البيك اوف اللي هنا دي انقلها يمين. يمين، هتقول يا باشمهندس طب ما هتقرب من الصامت البوينت الثانيه. هقول لك لا، ما انا لما انقلها يمين هخلص البلوك ده كلوزد لوب. هفهمك دلوقتي، ركز معايا النقطه دي، هنقولها يمين، يبقى اروح كده، النقطه دي هتتنقل يمين، فين شمالها؟ اهو الشمال بتاعها الاصل شمال، يبقى من هنا مضروبه في واحد عشان تطلع هنا. لما تتنقل، خلي بالك الاصل مضروبه في واحد، لما تتنقل يمين هاجي هنا كده، الاشاره جايه اتضربت في جي 2 عشان تطلع هنا. يبقى ضربت في جي 2، خدت بالك في جي 2 ظهرت في الموضوع، يبقى لازم اضرب في المسار الفرعي في مقلوب جي 2 عشان الاش التاثير. يبقى المسار الفرعي ضربته في واحد على جي 2. ركز كده، هتقولي هنا بيك اوف وبيك اوف، بدل ما فين بينهم، اسحب دي شمال واسحب دي يمين، صح مفيش مشكله. يبقى اللي قدامي ده هيبقى عندي هنا، ركز معايا كده، نفس الانبوت رايح للبلوك اللي فوق، نفس الانبوت هنا ورايح على الصامنج. يبقى الاثنين دول عباره عن بارلل، الجزئيه دي بارلل. البيك اوف اللي انا مضايقاك هنا نقولها شمال، لان ينفع تبدل بين اثنين بيك اوف، لكن بيك اوف وصامنج لا خطا. يبقى الاثنين دول عباره عن بارلل، اجمع الاثنين يا باشمهندس، هجمع دي. طب هنا مفيش حاجه؟ لا، في الجنب واحد، طول ما المسار كده مفيش حاجه فيه يبقى الجنب بتاعه بواحد، يبقى هيبقى واحد زائد واحد على جي 2، هيطلع بالشكل اللي قدامي. امسح الجزئيه دي واحطها هنا، وادي البيك اوف بتاعت مين؟ الحاله الاولانيه. بص كده، ما زال قدامي اعمل ايه؟ في حته هنا ان الجزئيه دي هتبقى كلوزد لوب. طب هتقول يا باشمهندس ما في بيك اوف هنا، خد البيك اوف دي نفس النقطه هنا، نفس النقطه دي خدها كده نقولها يمين هنا، وهيبقى ده الانبوت بتاعه هو والانبوت بتاع ده هنا، مفيش مشكله، هيبقى عندي هنا ده كلوزد لوب، مفيش مشكله، حل صحيح. طب تعال اعلمك ازاي انقل السامنج بوينت. هحل بطريقه ثانيه مش ككلوزد لوب. ركز معايا كده، السامنج بوينت دي هنقولها شمال، هنقولها شمال. طب ليه هنقولها شمال؟ هنقولها شمال عشان تبقى جنب السامنج دي واخلص الاثنين سامنج مع بعض. طب السامنج بوينت دي ما تنقلها يمين؟ ده انا هقرب من مين؟ من البيك اوف، هتعمل لي مشكله. هي ممكن يطلع الحل صح في المساله دي مفيش مشكله، بس انا احاول ابعد عن نقل السامنج بوينت جنب البيك اوف. طيب هنقول هنا السامنج بوينت جنب السامنج بوينت اللي على الشمال. عشان انقل السامنج بوينت قلت لازم اركز في حاجتين، اركز في المسار الفرعي، المسار الفرعي والخارج بعد البلوك اللي هبدلهم مع بعض. انت هتبدل السامنج مع البلوك ده، فين الخارج؟ هيبقى هنا. يبقى الخارج هيبقى هنا، يبقى انا هبدل البلوك ده مع السامنج، يبقى الخارج بتاع الاثنين دول هنا. يبقى بص على الخارج وبص على المسار الفرعي. المسار الفرعي ده للاوبوت اللي هنا مضروب في واحد، خلي بالك مضروب في واحد، هبتدي ابدل، مجرد ان انا بدلت بس مش اكتر. ما زال الانبوت هنا وده الاوبوت، الانبوت هنا هيروح كده ويتضرب في جي واحد عشان يطلع في الاوبوت. يبقى كده الانبوت اتضرب في جي واحد عشان يطلع في الاوبوت، بس الاصل بيقول ايه؟ الاصل بيقول ان الانبوت مضروب في واحد عشان يروح للاوبوت، انا بتكلم على المسار الفرعي. هنا جت اتضربت، الانبوت اتضرب في جي واحد عشان يطلع اوبوت، في مشكله اتضربت في جي واحد. يبقى اجي في المسار الفرعي اضرب في مقلوبها، مقلوب الجي 1 تبقى هنا مضروبه في 1 على جي 1. طب ما 1 على جي 1 و اتش 2 تبقى سيريز، يبقى اضرب الاثنين في بعض، يبقى امسك اتش 2 اقسمها على جي 1، كده انا خلصتها في خطوه واحده. اتمنى يكون الموضوع مفهوم، ما فهمتش عيد تاني الفيديو من اول عشان تفهم كل حاجه. هنلقى هنا سامنج وهنا سامنج، الرو ده السهم ده بالسالب، ما اسحبه شمال كده، اسحبه شمال، اسحبه شمال بالسالب بتاعه، انقله بالسالب، هيبقى كده السهم سامنج بوينت بالموجب ناتج رايح لجي 1. مفيش تغيير في الاشاره، يبقى امسحه واحط سهم واحد. وعندي جي 1 وجي 2 سيريز، يبقى اضرب جي 1 في جي 2. انا ضربت جي 1 في جي 2 زي ما قلنا. نرجع تاني، الاثنين دول السامنج دول هخلصها، هيبقى السهم كده شمال والسامنج دي هتتشال، تمام؟ هيبقى الاثنين ليهم نفس الانبوت والاثنين رايحين على نفس السامنج، او مش شرط الاثنين على نفس السامنج، الاثنين على اثنين سامنج مختلفين. شرط ان اللي يبقاش في حاجه بين السامنج ولا بيك اوف ولا بلوك، يبقى مباشرة طول ما هنا نفس الانبوت والاوبوت رايح على اثنين سامنج مختلفين يبقى دي بارلل برضه. يبقى هعمل ايه؟ اجمع دي ودي وارجع الاشارة موجب ولا سالب براحتك. لو انت سيادتك هترجع الاشارة موجبة هتضرب البلوك ده في سالب والبلوك ده في سالب وتخلي الاشارة وحيدة بالموجب. طب لو الاشارة عايزها بالسالب كفيدباك، يبقى البلوك ده اعكس اشارته تبقى بالموجب، البلوك اللي هنا اعكس اشارته تبقى بالموجب جوه ده، والاشارة اللي بره دي عبارة عن الفيدباك. انا هرجع الاشارة الفيدباك بايه؟ الموجب او السالب براحتك. انا هرجعها في الفيديو هنا بالسالب، يبقى انا هجمع الاثنين جمع جبري عادي زي ما انت شايف هنا في البلوك ده الناتج والفيدباك بالسالب. ده بقى عندي ايه؟ كلوزد لوب. مسار امامي راجع، مفيش اي بيك اوف هنا مضايقاني جنب الصامنج ولا هنا. اعمل ايه؟
يلا مباشرة زي ما اتعلمنا الفيد فورورد جي 1 في جي 2، مش عايزك تتلخبط، بضرب البلوكات الفيد فورورد من الانبوت للاوتبوت في الحتة دي على واحد عكس الإشارة، هضرب البلوكات دي في بعض، يبقى البلوك ده في البلوك ده، يبقى في المقام هنا. طبعا انت هتخلص الناتج ده هيطلع بالشكل ده بعد توحيد المقامات، هيبقى عندي البلوك هنا وادي البلوك هنا، اضرب الاثنين في بعض، الموضوع سهل جدا، بعد الضرب يطلع بلوك واحد، يبقى السي على الار تطلع بالناتج ده. نروح لمثال 6، مثال 6 ما زال برضه انه عايز ترانسفير فانكشن سي على ار، نركز مع بعض كده، المسألة اللي قدامنا هنا، الموضوع مش صعب قوي على فكرة، الموضوع سهل، محتاج تركيز بس إن شاء الله، هنلقى هنا فيد فورورد وهنا ده سهم راجع أهو بالسالب، يبقى ده فيدباك، صح مش غلط، طب هنا كده بعد السامنج راجع كده فيدباك، اه ده فيدباك، لا غلط، ليه؟ أول حاجة الفيدباك اللي هيرجع لازم يبقى بعد البلوك ما يبقاش بعد سامنج. بعد سامنج غلط، يعني دي متاخده بعد سامنج، لا المفروض تبقى هنا. في نقطه ثانيه، في بيك اوف بعد السامنج، يبقى ده ما ينفعش يبقى كلوزد لوب. ركز معايا كده، لو بصينا هنا للمسار ده، طب واحد هيفكر ثاني يقول لك اه البيك اوف هنا، طب ما تنقلها يمين. اه ما انت نقلتها يمين سيادتك، ده جنب السامنج صح؟ فممكن الحل يطلع صح، جربه في البيت. جرب كده في البيت وشوف هتطلع ولا لا. المهم انا عندي هنا نفس الانبوت اهو، رايح جي 2 على السامنج، نفس الانبوت رايح لجي 3 وداخل بالموجب على السامنج. خلي بالك ناتج جي 3 طالع فوق ونازل تحت، اكن البلوك ده متكرر مرتين، مره مع فوق ومره مع تحت، تمام؟ يبقى انا اعمل ايه؟ اه يبقى ده مع الجزئيه دي بارل، ما امسحش السهم ده، الجزئيه دي مع دي بارل، تمام؟ يبقى اجمع الاثنين، هتبقى جي 2 زائد جي 3 لان كل واحده فيهم موجبه على السامنج بوينت. ركز معايا كده، انا قلت لك البلوك ده متكرر، يبقى متكرر مره مع فوق ومره مع تحت، فعشان كده في المره اللي مع تحت سبته زي ما هو، لان خارجه هيروح مع السامنج بوينت اللي تحت. البلوك اللي فوق هيبقى جي 2 زائد جي 3، البلوكين اللي هنا دول ليهم نفس الانبوت، الاوتبوت بتاعه هيتجمع على السامنج بوينت جمع جبري، يبقى اجمع جي 3 وجي 4 على نفس السامنج بوينت، يبقى الناتج قدامي بالشكل ده. اعمل ايه؟ اه ركز معايا كده، ده مازال فيدباك، لا غلط، في بيك اوف بعد السامنج، يبقى لازم اجباري انقل البيك اوف هنا، لازم تتنقل. هنقولها اوديها فين؟ ده انا عايز انقلها اوديها يمين، البيك اوف اللي هنا دي هنقولها يوديها يمين، لما هوديها يمين يبقى فين الشمال؟ اه الشمال ده، الشمال عشان يطلع للسهم، خلي بالك الشمال عشان يطلع في البرانش ده يتضرب في واحد، يبقى من السهم للبرانش ده هنا لهنا كده مضروب في واحد. طب هنقول يمين؟ اه ما زال السهم هيتضرب في جي 2 زائد جي 3 عشان يطلع من السهم ده، يبقى تاني نقول ان الانبوت ده هيتضرب في جي 2 زائد جي 3، هيتضرب في البلوك ده عشان يطلع من هنا يروح لدي. خلي بالك الضرب، لان الاصل كان ايه؟ كانت طالعه على طول، معناها انها كانت مضروبه في واحد. لما تتنقل يمين ده اتضربت في جي 2 زائد جي 3، يبقى اجي في المسار الفرعي اضرب في مقلوب القوس، خلي بالك مقلوب القوس، مقلوب البلوك حته واحده، يعني اخد ده كله احطه في المقام، زي ما قلنا انا هضرب هنا في واحد على جي 2 زائد جي 3، ما تضرب البلوكين في بعض، يعني معناها البلوك ده هقسمه على جي 2 زائد جي 3، تمام؟ يبقى كده عندي ده بي كلوزد لوب، صح؟ ركز معايا كده. الحته دي مع السالب هنا ادي الاوتبوت راجع، يبقى ده كلوزد لوب. يبقى اختصره ازاي؟ الفيد فورورد ما تغلطش، الفيد فورورد جي 2 زائد جي 3 على واحد عكس الاشاره، جي 1 البلوكين دول اضربهم في بعض، جي 1 مضروبه في القوس ده كله، يبقى بين قوسين، احط الناتج هنا. هنا ده برده عباره عن ايه؟ ادي الفورورد وراجع، قلنا بالسالب ده فيدباك مفيش مشكله. يلا نختصره، الفيد فورورد عندي بجي 6 على واحد عكس الاشاره، الاوتبوت راجع بالسالب اهو، تبقى زي هضرب جي 6، قلنا هنا الجين بكام؟ طول ما كده رو ما فيهوش جين او مسار ما فيهوش جين يبقى الجين بتاعه بواحد، يبقى اضرب جي 6 في واحد، ده في المقام هنا كده، يبقى عندي بالشكل ده، اختصره واحطه هنا. طب ايه رايك في الشكل اللي قدامك ده؟ ادي الانبوت في البلوك ده على السامنج، نفس الانبوت للبلوك ده على السامنج، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارل، يبقى بارل هجمع ده مع ده وكل واحد باشارته، يبقى هجمعهم جمع جبر عادي زي ما انت شايف كده اهو، يبقى اجمع القوس اللي تحت والقوس اللي فوق يطلع بالشكل ده، بالشكل قدامك عندك ايه؟ الثلاثه دول سيريز، اضربهم في بعض، طبعا انا هضرب واخلص اطلع ترانسفير فانكشن بالشكل ده، هسميها جي ايكوفالنت 6، وعندي هنا الاوتبوت راجع مضروب في جي 7 راجع بالسالب، يبقى ده عباره عن كلوزد لوب. يبقى الفيد فورورد جي 6، الفيد فورورد عندي جي ايكوفالنت 6 على واحد عكس الاشاره تبقى بالموجب، هضرب البلوكين في بعض، جي 7 في جي 6 في جي ايكوفالنت 6 سوري، هو الناتج عندي جي ايكوفالنت 6 من فوق اهي. ركز كده، ده مين ترانسفير فانكشن النهائي عندي كسنجل بلوك. مقام البسط عباره عن قوسين، دول نفس القوسين دول موجودين في مقام المقام، يبقى اضرب بسطا هو مقاما في القوسين الدال، القوسين دول هيطلع الناتج عندي بالشكل اللي قدامك ده. نروح لمثال 7 وهو المثال الاخير في الفيديو بتاع النهارده، يلا مع بعض كده، برده عايز يعمل ريدكشن، نركز مع بعض كده. هنا الخارج اهو راجع بسالب، يبقى ده فيدباك غلط، ليه؟
قلنا لازم الراجعه تبقى بعد البلوك على طول، تبقى بعد البلوك مش بعد سامنج. يعني ما ينفعش الراجع ده يبقى بعد السامنج دي، لا المفروض الراجع يبقى هنا. تمام، في مشكله؟ اه، فوق ادي المسار الامامي، وادي مسار تاني، مسار تاني اهو، ان هم نفس الانبوت مجموعين، يبقى اقول دول بقى الغلط. في مشكله ان في سامنج بوينت في النص لازم تتنقل، اعمل ايه؟ هنقولها. طب هنقولها فين؟ اه بص كده، لو انت نقلتها شمال كده قربتها من البيك اوف، وعندك سامنج قبل منها كده انت صعبت المساله مش سهلتها، بقيت كده تعقدت. في مشكله ان انا نقلها شمال هيعمل مشكله، طب اعمل ايه؟ اه ده انا هنقولها يمين. اه ركز معايا كده، ما انا هنقلها يمين هيجيبها جنب سامنج، يبقى دي تمام كده. يبقى اعمل ايه؟ هنقول دي يمين، هبدلها مع البلوك ده، يعني هيحصل تبديل بين الاثنين دول، بحيث دي تيجي يمين وده يجي شمال. اه يبقى ابص لايه؟ دول اللي هيتبدلوا، يبقى الخارج يبقى هنا. فين البرانش الفرعي اهو؟ يبقى دايما في نقل السامنج هبص للحاجتين اللي هيتبدلوا، الخارج بتاعهم هنا، البرانش الفرعي اهو، يبقى هبص من البرانش الفرعي للاوتبوت ده لهنا. يبقى الانبوت ده هيتضرب في مين؟ سيبك من السالب، لان احنا هنقول بنفس الاشاره، الانبوت هيتضرب في جي 2، الخارج هيطلع الانبوت مضروب في جي 2، ده الاصل. طب انت لما تبدل بالانبوت ماله؟ اه طالع بواحد، يبقى الانبوت مضروب في واحد عشان يطلع اوتبوت. المفروض الاصل بقول لك ايه؟ يتضرب في جي 2، يبقى اجي هنا في المسار الفرعي هنا اضرب في جي 2، جي 2 واصلا في جي 4 اضرب، يبقى تبقى جي 2 في جي 4، تبقى ده الشكل اللي قدام. يبقى ركز كده، جي 1 وجي 2 يبقى سيريز اضربهم في بعض، وعندي هنا سامنج، يبقى ممكن انقل السهم ده على السامنج اللي قبله، لان مفيش حاجه بينهم، مفيش اي حاجه بينهم، السهم ده هنقوله شمال. يبقى الاثنين قلنا سيريز، هختصرهم اهو، اثنين سامنج دول هنقل السهم ده يبقى شمال، مفيش مشكله، نقلته اهو، شايفين؟ اه الاشاره اللي جايه هنا بالموجب راح على السامنج طلع، يبقى اكني كده ملهاش تاثير. انا قلت لك نفس البيك اوف اللي هنا داخل هنا وهي نفسها راحه هنا. اه ممكن تعمل لها سبليت كده، تيجي من فوق وتيجي من الاصل كده، يجي من هنا ودي تبقى من هنا، صح الاثنين نفس الطريق، يعني كده او كده اثنين صح، مفيش اختلاف، لان واخدين من نفس السورس. احنا قلنا ايه؟ اه بص ده مسار امامي وده من هنا نفس الانبوت مضروب في بلوك رايح على الصامنج، يبقى الاثنين دول ايه؟ بارلل، ليهم نفس الانبوت، يبقى كل الاثنين دول هيتجمعوا جمع جبري كل واحد بشرطه، وطول ما الاثنين زائد اهو زائد زائد يبقى يتجمعوا كل واحد بشرطه اهو، الناتج حطيته هنا. اعمل ايه؟ ممكن هنا اقول ده كلوزد لوب اهو، مفيش مشكله واخلصه واخلص البلوك بعد كده يبقى سهل. يا اما واحد يقول لك انا اقول الصامنج تبقى شمال ويبقى الاثنين بارلل، صح الحلين صح. ركز معايا كده، يبقى انا هقول ان ده كلوزد لوب، يبقى اقول الفورورد عندي بواحد في البسط على واحد، الواحد بتاع المقام ده ثابت، عكس اشاره الفيدباك بالسالب تبقى بالموجب، وهضرب هنا الاثنين في بعض، يبقى الواحد في البلوك اللي هنا، تمام ده الناتج. اشيل كده واحط كده، الاثنين بقوا دول ايه؟ سيريز، الاثنين دول سيريز، يبقى اضرب الاثنين في بعض، الاثنين ده يبقى ده في البسط مضروب في واحد اهو، والمقام زي ما هو، امسح احطه كده، بقى عندي ايه؟ كلوزد لوب سهل. يبقى البلوك ده اصلا انا مسميه جي ايكوفالنت 3، يبقى اقول البلوك ده الفيد فورورد يبقى في البسط جي ايكوفالنت 3 على واحد عكس الاشاره اهي بالسالب تبقى بالموجب، هضرب البلوك ده في الاتش، البلوك ده جي ايكوفالنت في الاتش، تمام، هتعوض عن جي ايكوفالنت عندي بالشكل ده، هبص للمقام هنا فوق مقام البسط واحد زائد ده، نفس المقام بتاع البسط هو نفس المقام، المقام اضرب بسطا ومقاما في القوس اللي تحت ده تطلع الناتج بالشكل النهائي. وبكده في فيديو النهارده حلينا 7 امثله، بدأنا بأمثلة سهلة لغاية ما وصلنا لأمثلة صعبة، إن شاء الله في الفيديو القادم هناخد ما يقرب كمان من 6 أمثلة، برضه هيبقوا أصعب شوية من الأمثلة دي عشان نغطي الموضوع بتفاصيله، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تتابعونا، وشكرا جزيلا.